القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع أبدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخبأة، أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية. حكاية بلا لا أبو أم ولا لا، حياة جديدة بدها تنولد، حكاية سورية الروح قبل الجسد. هلا مع حكواتي السورياني عاها وردي السورياني، خليكم معنا. مشوار رحيم مشوار تنفر بالعالم منهار، صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين نروح، المهم نروح المشوار ونفر بالعالم منهار. مشوار رحيم مشوار. بكل مرة كانت تخلص سيدرا مشوارها ورحلتها كانت ترجع سعيدة على البيت، بيتها يلي بتحبه وغرفتها يلي بترتاح فيها. مع انها كتير بتحب السفر والاكتشاف بس دوما كانت تقول ما في احلى من الرجعة على البيت او home sweet home. لما بدها تتغالظ على رفقاتها وتحاكيهم بالانجليزي يلي عم تدرسه بالجامعة، كانت سيدرا مختلفة عن رفقاتها يلي حواليها واهتماماتهم. هنن وقت صاروا بالجامعة كان تركيزهم إما على فكرة السفر بعد الجامعة لتكميل الدراسة برا والبقاء برا، أو على الرفاق الجامعيين يلي ممكن يكونوا عرسان متوقعين. بس سيدرا كان تركيزها عشي تاني، كانت مركزة على اكتشاف بلدها. فجأة حست إنه هي ما بتعرف سوريا، البلد يلي عايشة فيها من وقت اللي خلقت. صحيح درستها بكتب الجغرافيا والتاريخ والقومية بالمدرسة، بس هي ما زارت هاي المناطق يلي درستها ولا شافت الناس يلي عايشين برات مدينتها حمص أو طرطوس يلي كانوا يروحوا بالصيف عليها كم أسبوع. مشان هيك قررت إنها تبلش تروح رحلات مسير لتتعرف على طرقات بلدها يلي ما بدرسونا ياها بالكتب، ولا تعرف تفاصيل حياة أهلنا يلي عايشين فيها. تواصلت مع عدة جمعيات أهلية مهتمة بهاي القصص، من الكشافة وقت اللي رجعت تنشطت بعد منع طويل، للكشاف الكنسي اللي كانت تنظمه الكنيسة اللي بالحارة اللي جنب بيت جدة، لجماعة اكتشف سوريا واكتشف بلدك وتعرف على بلادك وغيرها من هاي الأسماء يلي ما عادت تتذكرون هلأ، لأنه مثل ما قالت لي نحن دوما شاطرين بالتقليد والتكرار، بدل ما ندعم بعضنا إذا حبينا شي مشروع ونحاول إنه ننجحه ونضيف أفكارنا إله، منروح ومنفتح نفس المشروع. هيك عقلنا، لازم نعيد اكتشاف الدولاب دائما. يعني كل مجموعة بتحب السفر صارت بدها تعمل نشاط باسمها بدل ما تنضم لمجموعة سابقة إلها. وبعد فترة اكتشفت إنه معظمهم عم يروحوا على نفس المناطق وعم يكرروا نفس الرحلات، فقررت إنه هي كمان بدها تعمل مجموعتها وتروح على مناطق ما حدا سبق عليها، وبلشت برحلة تأسيس جمعية أهلية، واكتشفت قديش الموضوع مو مثل ما كانت مفكرة. يعني يمكن تأسيس مصنع نووي أسهل من الحصول على الموافقات المطلوبة والتراخيص اللازمة والموافقات الأمنية اللي بتحتاجها، لأنه مجرد إنه في ناس بدهم يجتمعوا مع بعض فهذا يعتبر خطر أمني محتمل، ولازم تحصل على موافقات من كل فروع الأمن والشعب الحزبية والمحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمختار، طبعا له كلمة كمان، مختار الحارة اللي بدها ترخص مقر الجمعية فيها، وليستة طويلة عريضة من الموافقات والأوراق وشهادات حسن السلوك إلها وللأعضاء يلي حيكونوا معها. فقررت إنه بلاها مو محرز القصة، بنعمل صفحة على الفيسبوك وبنتفق على الرحلة اللي بدنا نطلعها ومنروح وبلاها الجمعية ولتتها. وهيك صارت تتفق هي ومجموعة من الشباب والصبايا المهتمين مثلها ويطلعوا يكتشفوا مناطق جديدة عليهم.
وبلشوا عن جد يشوفوا شيء ما كانوا بيتوقعوا وجوده. اكتشفوا مناطق بسوريا عايشين فيها ناس لكن مو متوفر فيها أبسط أسس الحياة، لا خدمات صحية ولا نظافة ولا حتى تعليم. معقول؟ معقول بهذا الزمن ومع كل هالتطور يلي صار ولسه في مناطق بالبلد كأنها بالقرن الماضي؟ لك وين عم تروح كل هالمصاري يلي على أساس عم تنصرف لدعم وتطوير الريف والمناطق النائية؟ شو كل هالصناديق والأمانات والمشاريع يلي تأسست لهذا الهدف؟ ولا حتى بهي كمان في ريف قريب منوصل له ومنتصور فيه وريف بعيد ما حدا بيشوفه فما في داعي نهتم فيه. الظاهر هيك حتى بالتهميش في ناس مدعومة أكتر من ناس، مشان هيك قررت هي وهالمجموعة انهم يعملوا مبادرتهم الشخصية ويهتموا بهالموضوع، وبلشوا يكتبوا عن رحلاتهم ومشاهداتهم على صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الصفحة يلي عملوها خصوصي لهذا الموضوع وعلى المدونة يلي أنشأوها. طبعا هذا الكلام مو منيح، مو منيح بنظر بعض الشخصيات لأنه عم يكشف تقصير بعض المكاتب يلي هن المسؤولين عنها ويلي المفروض أنها بتهتم بهاي المناطق، بالإضافة لتسليط الضوء على تقصير الحكومة ومؤسساتها. فانطلبوا الشباب والصبايا عأمن الدولة مشان يشربوا فنجان قهوة هنيك، ونحن حنترككن تشربوا قهوتكن ببيتكن، حنروح فاصل صغير ونرجع لكم، انطرونا ما نتأخر. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتدلل تعب الوادي غني للطير الشادي، نتدلل تعب الوادي غني للطير الشادي، وزرع حبك يا بلادي ولم حضور. يا اخواتي رجعت لكم مع حكاية سيدرا، الصبية اللي بتحب تكتشف بلدها ويلي تفاجأت بعد عدة رحلات على اماكن بعيدة ومنسية، تفاجأت بمستوى الاهمال يلي متعرضت له هاي المناطق والناس يلي عايشين فيها، وبلشت هي ورفقاتها يحاولوا يسلطوا الضوء على هالموضوع، وهذا الشيء لم يلقى استحسانا لدى العديد من الجهات، لذلك انفركت اذنهم بشدة بفرع امن الدولة وتهددوا بطريقة واضحة انه لازم يكنوا احسن ما ياكلوها، واكلوها بصمت وتفرقوا وما عاد التقوا لانه ما حدا جاي عباله يروح الزيارة عبيت خالته وما يرجع. بس سيدرا بقيت متابعة لحالها مشروعة وبقيت تسافر وتشوف وتصور وتكتب بس ما تنشر، تخبي كل شي عندها، ومن كل يلي شافته وعاشته ما استغربت أبداً أنه يصير ثورة بسوريا وأنه معظم المناطق المهمشة تكون من أكثر المناطق اللي شاركت بقوة بالثورة لأنها كانت لامسة عن قرب حاجة هاي المناطق للاهتمام وحاجة البلد لثورة حقيقية على هالمؤسسات يلي عفنت ونسيت هدفها ومهمتها الأساسية، وبدل ما تخدم الناس صارت تخدم بعض الناس المقربين والمرضي عنهم. وطبعا كانت سيدرا من أوائل الناس يلي شاركوا بالثورة، ولأنه سبق وكان إلى زيارة للأمن ومحطوط اسمه ضمن قائمة الناس يلي بيعملوا مشاكل لأنه بيتدخلوا بشي ما بيعنيهم حسب رأي الأجهزة المختصة طبعا، فقد تم استدعاءها هي ومجموعة من الشباب الناشطين بحمص واعتقلت حوالي 4 شهور. بعدها طلعت لقيت أهلها محضرين حالهم ومجهزين الأمور، أخدوها وطلعوا على مصر. هي ما كان بدها تسافر بس حالتها النفسية بعد ما طلعت من المعتقل كانت ما بتسمح لها تناقش كتير لأنها فعلا بحاجة لراحة وهدوء حتى ترجع تتوازن بعد يلي شافته جوا. وبعد ما رأت شوي فاتحت أهلها بموضوع الرجعة على البلد وأنه هي ما بتقدر تبقى بعيدة، لازم تكون جوا وتساعد، وقوبل طلبها بالرفض مرارا وتكرارا، وتم الاتفاق انه طالما هي بدها تبقى عم تساعد وتشتغل مع العالم فبإمكانها تعمل هالشي هون بمصر. صار في كتير عائلات سورية بحاجة للمساعدة والإرشاد، أطفال بحاجة لدعم نفسي، يعني الخلاصة فيك تساعدي من هون. وقبلت على مضض، بس بعد فترة حست انه مزبوط
مو كتير مهم المكان، المهم إنه نكون عم نساعد بعضنا. أكيد لو كانت بسوريا كانت حتشعر إنها عم تحقق شيء أهم، بس كمان الغربة وصعوباتها ومشاكلها هذا مجال كتير كبير للمساعدة. بس ما في شيء عم يكمل مع السوريين بهالأيام. تغيرت الأحوال بمصر وصار الوضع غير مريح وغير آمن، وما عاد قدروا يتحركوا ولا يتصرفوا ولا يقدروا يساعدوا حدا، لك ولا حتى يساعدوا حالهم. وبقيت سيدرا وأهلها محبوسين بالبيت فترة حتى هديت الأوضاع بالمنطقة يلي ساكنين فيها. وبهي الفترة بلشوا التفكير عن بديل، شو ممكن يعملوا؟ لوين ممكن يروحوا؟ شو بدهم يساووا بحالهم إذا استمر الوضع هيك؟ وبلشت أفكار الهجرة لأوروبا تنحط ضمن الخيارات. وحست سيدرا حالة حتختنق من الفكرة، إنه معقول صير بعيدة عن البلد كل هالقد؟ مستحيل، انتو روحوا وين ما بدكن، انا راجعة على سوريا، ما في يبعد عنك لهالقد. وقدرت بعد جهد كبير انه توصل لاتفاق هي واهلها اللي ما كانوا كتير قادرين انهم يتشبثوا برأيهم لانه ما في شي مضمون بين ايديهم. اتفقوا انه هي حترجع على حمص بعد ما يتأكدوا انه اسمها مو مطلوب، حترجع هي وامها بالوقت يلي ابوها واخوها حيركبوا البحر ويجربوا يوصلوا لاوروبا، ومن هنيك بحاولوا انهم يجيبوهم لعندهم. ورجعت سيدرا عبيتها وعلى غرفتها، رجعت وكتبت على صفحتها هوم سويت هوم، وبلشت تشتغل مع الجمعيات اللي عم تشتغل بالإغاثة والمساعدة الإنسانية بحمص. سألتها يعني برأيك لو رحتي على أوروبا ما كان فيك تساعدي كمان؟ فردت علي وقالت لي لا أنا ما في يكون بعيدة عن حمص وعن سوريا، يمكن غيري بيقدر، وأنا هون ما عم قيم ولا حاكم حدا، بالعكس نحن هلأ كتير محتاجين أنه نكون متوزعين بكل الدول يلي لجأ لها السوريين. صحيح بأوروبا الدولة هناك عم تقدم الأساسيات تبع الحياة، بس كمان الناس بحاجة للمساعدة، المساعدة باللغة، الاهتمام بالولاد لبينما يقدروا يبلشوا يتعلموا ويرمموا النقص يلي عندهم، مساعدة بالتوازن مع المجتمع الجديد والغريب عنهم، على الأقل بحاجة لحدا يحاكيهم كلمة بيفهموها ويقولن أنا موجود معكم لا تخافوا. هذا كتير مهم، بس مو أنا هنيك حكون ضايعة أكتر منهم وما أقدر ساعدهم. أنا مكاني هون بحمص بين أهلي وناسي، أنا من هون وهون بدي كمل حياتي. موطني موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في هيك. تابعت سيدرا حياتها بين أهلها وناسها، وبقيت متمسكة ببيتها وغرفتها وذكرياتها وكتاباتها يلي كانت عم تكتبهم، ويلي هن هلأ صاروا بحث عم تشتغل عليه بشكل معمق أكتر، وتربط بين يلي كان ويلي صار ويلي حيصير، لتقدر تترك للجيل يلي جاي رسالة صغيرة يمكن يستفيد منها حتى ما نرجع نوقع بنفس المطبات والخراب يلي صاير هلا. استودعناكم.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمع راديو سوريالي.